حديث الروح، حديث الروح، حديث الروح. برنامج إذاعي رمضاني مع أعلام الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية كل نهار ثلاثة من العشرة نص الليل على الحياة فام. حديث الروح. أهلا وسهلا من جديد ومرحبا بجميع متابعينا مستمعينا ومشاهدينا على إذاعتكم إذاعة الصحة بالقيروان إذاعة الحياة FM. مرحبا بكم إن شاء الله. برنامج حديث الروح الذي يعود لكم من جديد إن شاء الله يكون نال رضاكم وأعجبكم في الحلقة السابقة، وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم. إذن في هذا الشهر الكريم نستقبلوا جميع مستمعينا ومشاهدينا ونقول لهم صحة شريبتكم، صحة شريبتكم في شهر رمضان في مدينة القيروان في هذه الليلة المباركة. ويسعدني أن أرحب بضيوف أكارم وأرحب بالأخوان التقنيين اللي معانا في هذه الليلة الجميلة، ليلة رمضانية مباركة علينا وعليكم. يؤمن لكم هذا اللقاء من الناحية التقنية مهندس الصوت الأخ أحمد مخلوفي، ومن ناحية الهندسة الرقمية يصاحبكم في هذه الليلة أخوكم شاكر الشيحاوي، ومن أمام الميكروفون ميكروفون الحياة FM معكم سفيان العماد. كالعادة ومن قيروان المجد والحضارة، قيروان الروحانيات والتجليات، نقول لكم صحة شربتكم ومرحبا بكم. حلقتنا اليوم هي عبارة على مسامرة رمضانية وسهرة إن شاء الله تكون شيقة وإن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تنال رضاكم. معنا مجموعة نيرة من الضيوف اللي يسعدونا كثير ويفرحونا في هذه الليلة المباركة، ونحب نرحب بهم. معنا المطرب الكبير الأستاذ الفنان محمد بن عياد. مرحبا بك سي محمد، صح شريبتك. وبيك يا عايشك، صح شريبتكم، صحة وصحة لكم افطاركم، بارك الله فيك. تحية لمتتبعي إذاعة حياة FM ومستمعيها، إن شاء الله نكون خفاف الظل عليكم الليلة. مرحبا مرحبا بك، مرحبا بك سي محمد، أنت فنان كبير وتشرفنا في هذه الليلة الرمضانية المباركة. عايشك. نمر أيضا نحب نرحب بفنان صاحب صوت رهيب وصاحب مقدرة كبيرة يشرفنا في هذه الليلة ويكون معانا، الفنان الأصيل وصاحب الصوت المتميز الفنان حسن سعدة. مرحبا بك حسن. مرحبا بكم وصحة شبيتكم لكافة مستمعينا، صحة شبيتكم لكافة الفريق التقني بإذاعة الحياة FM. ان شاء الله نكونوا خفاف ظل عليكم وان شاء الله تكون سهريتنا ممتعة ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا بك. بيك ربي يبارك فيك. ما ننساوش بنتنا الغالية وفنانتنا صاحبة الصوت الرقيق الفنانة سيرين ثابتي. مرحبا بك سيرين. عسلامة وصحة شريبتكم وإن شاء الله مبروككم مبروك مستمعي الحياة فيك. شكرا سيرين، مرحبا بك. شنرجعوا لك باش نستمتعوا ببعض الأغاني بصوت سيرين على طول هذه السهرة المميزة. إذن يصاحبنا في هذه الليلة الجميلة الفنان الأنيق صاحب الأنامل الذهبية عازف العود المتميز الفنان قاسم شواشي، ومعروف أيضا الاسم قاسم موة، هذا بالنسبة لزملائنا في العمل فهو الأستاذ قاسم موة. مرحبا بك، صحة شريفك. صحة سكان. مرحبا بك. هو لا يسعني مع هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر إلى قناة الحياة FM ولكل تقنيها ولكل الواقفين معناتها الإنجاز هذايا، ونهني معناتها جميع المستمعين بحلول شهر رمضان المعظم، وان شاء الله تكون سهريه موفقه خفيفه الظل بالنسبه لكافه مستمعينا الليله. مرحبا بكم. اذا جميعا بعد ما رحبنا بضيوفنا الكرام نحب نحكيه شوي على برنامجنا الليله ان شاء الله والفقرات التي سنمتع بها جمهورنا ومتابعينا. ان شاء الله باش نحكيه على الانشاد الرمضاني، الانشاد الروحاني، الابتهالات، الانشاد الصوفي، سميه كما نحبه، وهي كل ما هو عنده علاقة بشهر رمضان المبارك، مهما يكون في تونس، في المألوف التونسي، في الموروث الصوفي التونسي، في الشرقي. نحن جبناكم يعني ما شاء الله نخبة من الأساتذة اللي قادرين على أداء جميع الأنماط،
باش نسمعوا في النمط التونسي وفي النمط الشرقي وفي المالوف كل ما يتعلق ببعض معناها المبادرات التي لحنت في نشيد يعني اي علاقه بشهر رمضان. وقبل ما نمر الى هذه الجزئيات باش نسمعوا فاصل غنائي تو وبعدين نرجعوا مع بعض. حديث الروح حديث الروح حديث الروح برنامج إذاعي رمضاني مع أعلام الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية كل نهار ثلاثة من العشرة نص الليل على الحياة فام. حديث الروح. إذن بعدما استمتعنا بهذا النغم الجميل نعود مع ضيوفنا في الاستوديو ونرحب بهم من جديد ونتوجه بالشكر لهم على الحضور والمشاركة في هذه الليلة الرمضانية ونقول لهم من جديد ليلهم ولجميع متابعينا صحة شريبتكم. باش توجه أخوي حسن ببعض الملاحظات ونتبادلوا أنا وياه الآراء حول الإنشاد الديني في تونس وفي الوطن العربي والمناسبات التي ينشد فيها وبعض يعني التي بعض الأشياء التي تنشد مثلا في سهرات رمضانية في سهرة المولد في سهرات أي حاجة عندها علاقة بالإنشاد الديني. شو رأيك سحسن كيفاش تشوف من ناحية هذه يعني؟ شكرا أستاذ سفيان. الإنشاد الديني يعني هو فن من الفنون وطريقة في أدائها وفي لحنها وفي كلماتها خاصة في العالم العربي موجود يعني عديد المدارس منها المدرسة الشرقية وكذلك المدرسة التونسية نذكر المشايخ اللي تميزوا في الأداء هذا في تونس عن الشيخ علي البراق رحمه الله الشيخ محمد البراق الشيخ عبد المجيد بن سعد الشيخ أحمد جلمام الشيخ محمود شاقرون وغيرهم المشايخ يعني الكبار اللي أثروا النمط الموسيقي هذا يعني بعديد الأغاني والابتهالات والارتجالات. صحيح وكبرنا عليهم ونشأنا على أكيد. أصوات هؤلاء يعني النخبة المتميزة أكيد. نجمش يعني تعطينا أمثلة يعني مثلا تطبيقية يعني ملموسة من هذه يعني الأمثلة الغنائية مثلا ترى سمعنا حوية إن شاء الله خلي المستمع يعني في نفس الوقت يستمتع. رمضان أقبل يا أولي الألباب رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد Thank you.
تصبر ومشقة وتهيئوا يعطيك الصحة. يعطيك الصحة يا أخي أحسن وبارك الله فيك. تو الارتجال اللي عملته يعني ذي حسينا أنه فيه طابع ولهجة تونسية واضحة يعني بحر. طابع ولهجة تونسية ولهجة قروية خاصة يعني بالضبط. على الطريقة يعني البراقية بن سعدية. يعطيك بالضبط بالضبط يعني فيها الطابع والبصمة القيروانية بامتياز يعطيك الصحة. تعرف اللهجة اللي هنا في قروان طريقة الأداء تختلف على أكيد. أكيد وحتى كحكينا المرة الأخرى مع مختصين في الموسيقى قالوا المدرسة القيروانية تميزت في العديد من الأشياء الشعر الغناء الرسم الرق الأشياء حتى في الطبوع التونسية تختلف عن الطبوع اللي معناها الموجودة في كامل تراب الجمهورية وبالتالي عندها يعني تميز وعندها خاصية وبصمة خاصة. شو رأيك سي محمد في الكلام هذا؟ وانت حالك. الخبير انت يعني استاذ موسيقى واستاذ يعني متميز جدا ومش في وجهك يعني عفوا سفيان. المدرسه القيروانيه متميزه على النطاق الوطني فعلا في الهنك في القويله عندنا معناتها ما شاء الله. لكن بسطوا للمستمع الكريم ما معنى الهنك الهنك والقويله يعني كيقول القويله جايه من واحد يقولوا يقول يقول بالكده في الموسيقى يقول يعني هو يعبر بنغمه بموكي شنو من المقصود به يعبر ب معناتها عنده نوعيه خاصه القويله تطلب مهاره زاده بالضبط فهمتني فيها الارتجال زاد ارتجال بالضبط هذا هو جميل والله هذا يعني يختلف ما بين مطرب ومطرب يعني نجم يكون زوز يغني وتونسي ولكن كل واحد عنده طابع طابع معين ولو ياخذوا نفس المثال بكري نحن في البوز قبل ما نبداو نفس المثال تغني فيه انت سي حسن ويغني فيه سي محمد كل واحد عنده طابعه الخاص كل واحد عنده اللهجه اللي تميزه يعني الطريقه اللي يتميزوا عن غيره وهذا بالطبع يتسمى الهنك نتاعو والبصمه نتاعو. وسيرين انت زاد عندك بصمه ما شاء الله خليتها في كل مستمعينك حتى في اخر مشاركتك وقتها فيك البرنامج في قناه التاسعه كارتاج بلوس ما شاء الله يعني برشة تعليقات حلوه وبرشة تشجيعات لقيتهم الحمد لله برشة متابعينك يعني اعجبوا. اذا انت عندك ايضا طابع جميل ماذا بينا تعرفوا عليه وماذا بينا نسمعوك في بعض المقتطفات والمختارات الغنائيه شنو تحب تسمعنا سيرين جليله الرمضانيه؟ نسمو رمضان أغنية بعنوان رمضان أيوة كلمات وألحان أستاذ سفيان العماري أيوة وأغنية جميلة برشا وإن شاء الله باش نال أعجاب المستمعين الكل إن شاء الله أعطينا منها شوية مقطعين تو يرافقك الأستاذ قاسم نسمع الأستاذ قاسم مشكور Thank you.
شهر الصيام رمضان، شهر القيام رمضان، شهر الصيام رمضان، شهر القيام رمضان، شهر الصيام رمضان، شهر القيام صحة. شكرا يا سيرين. إذا كنتم مستمعينا الكرام تستمعون إلى المطربة الفنانة الرقيقة سيرين ثابتي في هذه الأغنية، إن شاء الله تكون نالت أعجابكم. إذا نواصلوا سهرتنا الرمضانية، أقول لكم من جديد صحة شريبتكم، ونحبوا توا نتحركم إلى الأخ الأستاذ محمد بن عياد. سي محمد، شو رأيك في الأداء بتاع سيرين؟ سيرين مش غريبة، صوتها نعرفوه، هي صغيرة ما شاء الله عليها، بنتكم بنتكم سيرفاتوار بطبيعة الحال، قاعدة تقدم كل مرة، معناتها تسمعنا لون جديد و... بتاعها الصحة ما شاء الله عليها، ما شاء الله، إن شاء الله من حسن إلى أحسن، إن شاء الله إن شاء الله. وتوا مشاركة معاكم في الأعمال بتاعكم الجديدة؟ إي وعندها برشا أعمال قاعدة تخدم إن شاء الله على قريب، إن شاء الله إن شاء الله. يعطيها الصحة ونتمنى لها النجاح والتوفيق. ما زالت معنا باش سمعنا يعني أمثلة أخرى بعد شوي إن شاء الله، بعد ما نسمع سي محمد توا. سي محمد باش يعطينا لون آخر، باش نخرجوا من التونسي ومن اللي عملته السيرين، وباش نمشيو مثلا توا فماش ابتهالات، خاطر إحنا أنت قبل سي محمد ولتوا أنت قيمة ثابتة في ميدان الأداء الشرقي خاصة، وتسميت على وديع الصافي. بل يقولوا سي محمد بن عياد شو يقولوا؟ وديع الصافي، وديع الصافي معناه مدرسة معلومة. بالحق اي كان التوى معناه هو مغروم برشا بالفنان وديع الصافي، فياريت تسمعنا حويجة لوديع الصافي حتى لو عنديش علاقة بموضوع الحصة، ولا حتى اي حاجة تختار انت. اشنو رأيك سي محمد؟ نعم اللهم اسمع قولي. إلهي واستجب شكوايا، اللهم اسمع أقوالي واستجب شكوايا، واعطف على صوت ابتهالي، واعطف على صوت ابتهالي
الهادي فإليك أصلي أصلي ربي وإلهي. اللهم اسمع أقوالي واستجب شكواي، اللهم اسمع قوالي واستجب شكوايا واعطف على صوت ابتهالي، واعطف على صوت ابتهالي. فإليك أصلي أصلي ربي وإلهي. إني أدخل بيتك بجزيل لطفك وأسجد أسجد. إني أدخل بيتك بجزيل لطفك وأسجد أسجد أسجد لك في معبد قدسك نقيا. أسجد لك في معبد قدسك نقيا. إني أدخل بيتك بجزيل لطفك وأسجد أسجد. إني أدخل بيتك بجزيل لطفك وأسجد أسجد. أسجد لك في معبد قدسك نقيا. أسجد لك في معبد قدسك نقيا. اللهم اهديني ببرك ويسر لي صراطك صراطك المستقيم. اللهم اهديني ببرك ويسر لي صراطك صراطك المستقيم. الذين يلوذون بك يفرحون وأبدا يهللون. الذين يلوذون بك يفرحون وأبدا يهللون. يفرحون ويهللون يفرحون ويهللون يفرحون ويهللون يفرحون ويهللون. أنك أنت إلهي إلهي إلهي. تبارك الصديق وتكتنفه بالرضوان من جنة شكرا. الله عليك. تعب شوية. تبارك الله، يعطيك الصحة أستاذنا، بارك الله فيك. إذن بعد ما استمعنا إلى الأستاذ محمد بن عياد، نقترح عليكم باش نخرجوا فاصل موسيقي ثم نعود، فابقوا معنا. حديث الروح حديث الروح حديث الروح، برنامج إذاعي رمضاني مع أعلام الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية، كل نهار ثلاثة من 10:30 على الحياة فان. حديث الروح. إذا عدنا من جديد مستمعينا الكرام ومتابعينا على قناتكم قناة الصحة إذاعة الحياة FM. إذا نرحبوا بضيوفنا من جديد، نوجه لهم التحية. خونا حسن سعدة توا باش نحكيو معاه على المسيرة
الرائعة والحافلة بالمشاركات والإنجازات وداخل الوطن وخارج حدود الوطن، نحب نسلطوا عليها شوية الضوء. خويا حسن، يريد تعطينا هكا فكرة شوية كيفش كانت الانطلاقة وصولا إلى هذه النجاحات المحققة. عايشك أستاذ سفيان. والله نختزل المسألة اللي مازلت كي بدأت هي، نختزلها ممكن في كلمة صدفة. ما شاء الله. كلمة هذه اسمها صدفة. صدفة دخلت الموسيقى، صدفة يعني تعاملت مع خيرة ما موجودين في الساحة الفنية من دكاترة وأساتذة الموسيقى. بدايتي كانت في الثمانينات مع كورال نادي عقبة بالقيروان، تابع لدار الثقافة بالقيروان. أيوة. بالمناسبة نحب نشكر كل مدرب على رأسهم السيد سي ناصر بن مسكينة اللي هو كان مدير النادي وكان يعني من الناس اللي أول عباد ربي يشجعوني. تحية ليه. تحية ليه وتحية لكل المدربين اللي كانوا قايمين. أكيد. ثم للفنان القدير، فنان كبير ياسر الله يرحمه، فنان عبد الرزاق طلحة اللي البدايات كانت الحقيقة معاه بعد الكورال. ثم دخلت في معترك الحياة الموسيقية، شاركت في يعني قلت لي إنسان بلغ وشرب بالموسيقى، يعني تعلمت موسيقتنا نحن التونسية اللي زاد ملت للمدرسة الصوفية. أنت كنت ميال للموسيقى التونسية. يعني صح. يعني نقل الموسيقى التونسية حاجة كبيرة وحاجة يلزم الإنسان، يلزم مدام تونس يلزم ومغروم بالفن لازم تكون تدخل موسيقتك وبعد تلفت الموسيقى الأخرى. يعني تعاملت الحقيقة من الأول، تحفظت على الشيخ علي البراق للمقامات الموسيقية والشيخ عبد المجيد مسعد، هذوما المدارس اللي تلمذت عليهم، تعلمتهم المقامات، تعلمتهم طريقة الأداء، مخارج الحروف، كل تقنيات الغناء نحس راح تعلمتهم من المدرسة. طيب انت كي شاركت في كورال عقبة، اي شاركتش في مثلا في رقص سلمية اللي تقوم بأداء هذه الطبوع والنغمات؟ لا، شاركت وقتها خدمت مع الشيخ محمد علي البراق، الشيخ محمد البراق الله يرحمه، خدمت معاه وكان احتكيت معاه، احتكيت اكيد اي، وخدمت مع الشيخ زيد محمد خشيانة، خدمت مع الشيخ طار عاشور الله يرحمهم كل، يعني رويت ما كل المدرسة هذيك بالضبط، خاطر المدرسة الأخرين سمعتهم، سمع الشيخ البراق الله يرحمه الشيخ عبد المجيد سمعتهم وتعمقت في، ومع زدت عمل معنا خدمت مع الشيخ محمد البراق الله يرحمه، زدت يعني احتكيت وخذيت فعلا كبرت شوية، قدمت شوية يعني في الولايات، تعاملت مع الدكتور خالد سلامة في عرض مع الفنانة ريحان صغير، أول عرض عملناه وقتها اسمه بعرض أوبيريت عصفر الجنة، موسيقى تونسية بحتة، يعني أوبيريت كلها موسيقى تونسية، عرض جميل ياسر لحد الآن مازال يدور توا. ثم تعاملت مع الفنان حاتم دربال في مع مجموعة نواة للمالوف، مجموعة نواة للمالوف بقيادة الفنان مايسترو حاتم دربال، وكان يعني فمي أخذينا جوائز أولى في مهرجان دستور، في عديد شاركنا برشا مشاركات. بالمناسبة مجهول التحية قلوا صح شريط، يعطيك الصحة. ثم عرض المدحة للفنان المرحوم حميدة جراي الله يرحمه، الله يرحمه أخونا حميدة، يعني زاد عرض ممتاز كان. ثم صدفة زادة نحكي لك، هذوما كلهم راهو مجال الصدفة، هما اللي قابلت بهم معناها المسيرة نتاعك كان سميها صدفة، سميها صدفة بالحق خاطر شفتها من الجوانب الكل. ثم قبل بعد عرض المدحة جاني عرض من تياتر جون فيلار في فرنسا مع الفنان وصديقي المحبوب مراد إبراهيم، نشر التحية فابني وصديقنا الفنان زاد الكبير مهدي العياشي. تعاملنا وقتها تعاملنا مع تياتر جون فيلار، عرض مسرح موسيقي عبارة كوريغرافي كوريغرافي يعني لمدة 5 سنوات،
عملنا فيهم درنا فيهم يعني أوروبا وعملنا عروض يعني قدمنا العرض اللي عرض ممتاز ياسر. ثم يعني وهذا زاد كان عن طريق الصدفة في العرض هذا. ثم من زاد من الصدف الجميلة المزيانة اللي تعاملت مع الدكتور محمد علي كمون 24 عطر أي في عرض 24 عطر اللي شرفنا اللي هنا القروان وأحيا تراث كان يعني نفضل غبر على تراث كان يعني سيندثر وكان مش يموت مع عماليه يعني خدمنا مع خدمته معاه وحقيقة كان عرض معناها مانيش أنا مش نشكره يعني برك العرض نال جميع معناها استحسان جميع النقاد بالمناسبة هذا يعني أي. هو القيمة بتاع البحث الموسيقي أي. يعني الأعمال الموسيقية لابد أن تخرج من جلباب العمل الذي من وراه ربح مادي يعني الوزارة تدعمك وتعطيك يعني فلوس وانت باش تبحث وتدور في الولايات كما عمل الدكتور محمد علي كمون يقيم في الولايات بالاسبوعين وبالثلاثه وبالشهر لينفذ الغبار على مثل هذه الاعمال فما يعني البحث الموسيقي والبحث العلمي يعني من اهم نتائجه ومن اهم اهدافه هو هذا المحافظه على التراث الذي لولا البحث الموسيقي والعلمي لكان اندثر ولكان مات مع عمليه مثل ما عبر خونا احسن ايوه فما كانت لي مشاركة في مهرجان الأغنية أغنية مهرجان أغنية تونسية شاركت بأغنية البيا أغنية حلوة ياسر ألحان كلمة الشاعر مودي حسين مودي حسين وألحان الشاعر الألحان ملحن بوصلاح معز بوصلاح وتوزيع شنو رايك نسمعوا منها مقتطفات ونرجعوا حديث الروح برنامج إذاعي رمضاني مع أعلام الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية كل نهار ثلاثة من 10:30 الليل على الحياة فام إذا مستمعينا ومتابعينا الكرام على إذاعة الحياة FM نعود لكم من جديد بس بعد ما استمتعنا بهذه الأغنية الجميلة للفنان حسن سعدة وهذا التنفيذ الجيد وهذه الكلمات الحلوة وحبيت نسأل أخوي حسن في مهرجان الأغنية اللي شاركت به في هذه الأغنية يعني التنفيذ أنا عجبني بصراحة من طرف الفرقة الوطنية اللي شاركت في تنفيذ جل الأغاني بحرفية وبتميز وبهذه المناسبة كل زملائنا العازفين وعلى رأسهم المايسترو محمد الأسود وجميع المشاركين حب نوجه لهم تحية وهم تميزوا في هذيك الدورة دورة جديدة ما زلنا ننتظر وقع تعيين يعني مدير دورة مدير مهرجان نحيوها بهذه المناسبة الفنانة نبيها كراولي ونحبيت نسألك ما عندكش يعني مشاركات أخرى أنت في مهرجان أغنية أو شاركت معاهم في أي عروض أخرى؟ أي شاركت مع الفرقة الوطنية زاد العرض متميز ياسر وعرض كبير ياسر عرض المشايخ قيادة المايسترو محمد الأسود و يعني كان عرض جميل ياسر قمنا فيه باختتام مهرجان تونس عاصمة ثقافية إسلامية بالمناسبة نحب نشكر زادة الدكتور محمد البسكري اللي هو اللي يعني كان القائم على جمع يعني الموروث والانشينمون متاع الأغاني اللي تخدمت عرض المشايخ شاركنا فوق 100 عنصر يعني من خيرة الأصوات وخيرة العازفين اللي شاركنا وكان لي الشرف الحقيقة اللي بنكون عنصر من العناصر وإن شاء الله في المستقبل القادم إن شاء الله مش يكون للعرض هذا يعني صورة جديدة ومش يكون إن شاء الله مش خطر هي الفكرة جميلة ياسر اللي تصور أنت تخيل معناها 60 أو 70 عنصر يعني منجدين ومعه معناها
المنشدين معناها مع فرقة ما شاء الله من 50 زيادة عازف، يعني المزج هذا فما قوة في التنفيذ وفما انتنسيتي تحس فما يعني فكرة جديدة وفكرة جميلة ياسر إن شاء الله مش يكون عندها مستقبل كبير إن شاء الله. وهذا النوع من الأعمال اللي أصبحنا نشوفوها يعني مؤخرا أصبحت يعني تعتمد على ما يطلق عليه المشروع أو البروجي، معناها ما تلقاش عرض يعني متلاشي هكا مترامي الأطراف، لا تلقى فكرة تلقى تصور تلقى وفرجة وتلقى فرجة جانب فرجوي كذا. ولكن يعني أنا نشوف أنه المطرب والمشارك الفنان يعني ما يخليش يروحوا في حال ذوبان في وسط المجموعة، لازم يكون عنده شخصيته، لازم يكون عنده مشاركاته، لازم يكون عنده يعني أعماله الخاصة. كما عملت أنت مثلا في آخر الدورة عملت أغنية البيئة، عملت لها يعني تسجيل في الاستوديو شاركت بها ونجحت إن شاء الله نجاح يعني كبير إن شاء الله. سنة توعدنا أنك تشارك إذا كان فما بحول الله ما دورة نحن ننتظره إن شاء الله يكون عندك أعمال. وحتى أختنا سيرين نتمنى لها أيضا النجاح، وعلاش ليه ما يكونش يعني عندها عمل في مهرجان الأغنية وتدخل به غمار هذه الدورة وهذه المسابقة، تستاهل كل خير. أنت يعني صوتك جميل ما ينقصك حتى شيء الحقيقة، ربي خليك عاشق ينصحك، معناه ينقصك إلا أنك تتشجع وتقدم بما أنك يعني الدومين هذا أنت تحبه وأنت يعني بما أنك تحبه وبينك مراهن عليه لابد أنك يعني تستثمر فيه كل طاقتك وكل مجهوداتك. وانت شنو معناها برنامجك سيرين ان شاء الله اذا كان فما دوره جديده في مهرجان الاغنيه؟ عندكش فكره؟ والله توا ما مزلت ما فماش حاجه واضحه، ما ان شاء الله ليش لي ان شاء الله ان شاء الله نحن نشجعوك وكلنا يعني ندعموك ونحبوا زاد نوصلوا صوتك الجميل الى كل المنتجين كل الملحنين اللي عندهم يعني وشعراء واللي عنده باع واللي عنده يعني تاثير في الوسط الفني ونسمعوه ونوصلوا لك صوتك. ماذا بينا تو سمعنا حويجه من اختيارك انت في هذا الشهر الكريم. وقولوا المستمعين صح شربتكم مره اخرى وش سمعوكم سيرين ثابتي في اش تختار لنا سيرين تو؟ الرضا والنور. الرضا والنور او الاستاذ قاسم باش يتحفنا بشويه تقاسيم وبعد تتفضل سيرين. الصبايا الخوف
فيك، شكرا، يعطيكم الصحة. يعطيك صحة سيرين، امتعتنا الليلة بهذا الصوت الجميل، ويعطيك الصحة، وإن شاء الله نسمعوك في مشاركات على المستوى الوطني، وإن شاء الله يولي عندك إنتاجك الخاص. أنت عملت باركور كبير وعملت يعني مسافة ما شاء الله، يعني من اللي بديت في ميدان الفن، نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق. سي محمد، أنتم ما شاء الله يعني تدعموا في الطاقات الشابة، وكل مرة نشوفوا عندكم يعني إنتاجات جديدة، كل مرة ما شاء الله صغيرات يطلعوا، ويعني فما إحاطة كما قال بكري أحد المهتمين بهذا الشأن، قال حتى لو يعملوا 5 دور ثقافة في القيروان لا دائما ما تبقاش فيها مكان، يعني فما النشاط الموسيقي. اللي قال القيروان تلد شاعرا أو مجنون ما كذبش، معناتها كنز نتاع مواهب ولادها قيروان، تقعد ديما ولادها قيروان. وبصراحة يعني مغير فخرة، يعني خصنا كانت دعم وتشجيع وكذا بصراحة، يعني أحسن العازفين، احسن المطربين واصوات، يعني مراجع ما شاء الله. مش ما يتهموناش بالجهويه، هذا يعني حقيقه الناس يعني تو مهتمه بتراثنا ما شاء الله. الفرق الموسيقيه ينهلوا منا، الفرق السلاميه كيف معناها، علينا ان كان نشمروا على ساعد الجد ونحيطوا بصغيراتنا ونحيطوا يعني بمواهبنا ونخدموا ونخليهم يعني يستشرفوا المستقبل. المهرجان المدرسي تو مثلا قيروان كل عام تحصل جوائز كل في الأصوات في العزف. أخيرا سي عثمان يعني بالمناسبة تحية إلى زميلنا الأستاذ عثمان بروق، ونشجعوه اللي نشده على أيديه، لأنه ما شاء الله عمل فرقة حلوة وقام بمجهود يذكر فيشكر، ونحن نشجعوه. ومش كان هو يعني هو لأنه توج مؤخرا ونسيت مشينا قبل وهزينا المنتخب بينا وياك سفيان وسي نعم. صحيح سي عثمان سي شكري وهزينا معناتها هزينا جوائز. سي عثمان كان هو ولدنا قبل في المنتخب، بعدين اعطينا هالمشعل ولا هو يمشي ويقود المنتخب وجاب نتائج حلو والحمد لله. سي معز الخشين كل الجلوس باش ما نسميوش معناها الناس وننسوا الناس، قائمه طويله كلهم نوجه لهم التحيه بدون استثناء والمشرفين زاد عليهم والمؤطرين والخدمه نتاعهم، يعني نحن كي نشكروا شيء دايره ونحبوا ننهضوا بهذا القطاع ونحبوا نشجعوهم حتى بكلمه، اذا كان مش ممكن باش ما نشجعوهم بطريقه اخرى على الاقل بالكلمه الطيبه بال يعني التشجيع، وهذا هو التشجيع المعنوي اللي يبقى. وإن شاء الله معناها نشوفوا دي موليداتنا متميزين ومتألقين في جميع المناسبات. إذن مازلنا مواصلين حوارنا، مازلنا مواصلين هذه السهرة الرمضانية الجميلة. نحب توا نحكيه شوي على الإنشاد في الموروث الثقافي التونسي، في المالوف، في الطبوع التونسية، فمش حويجة يعني هكا عندها علاقة بهذه المناسبة الكريمة نحب النجم نسمعها. بكري في الأوف سمعتنا حاجة جميلة سي محمد تاع الشيخ أحمد الوافي. أيوة يعتبر رائد من رواد الموسيقى التونسية أكيد. أي في بداية القرن العشرين بالضبط، فهمت. تاول مثلا طبوع كنت معناتها كانوا معناتها كيفاش نقولوا يا ربي يخاف مراهبة في طبع المزموم والأنواك، كانوا يخافوا منه ما يستبختوش به شيء مشوية منه. صحيح وعمل زاد مثال باللي حادي النياقي تغنى الرسول عليه الصلاة والسلام. صحيح نسمعوا منها شوية سيد محمد ماذا بينا. بلغ سلامي للنبي، بلغ سلامي للنبي، بالله يا حدي يا قي يا سيدي، بلغ سلامي للنبي، بلغ سلامي للنبي، بدر التمام تاج الكرام يا سيدي، ويلي يا دالي 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 يا ويلي ويلي
ويلي يا داني يا ويلي ويلي يا داني يا ويلي المصطفى ركب البراق يا سيدي لأنني مضنى به لأنني مضنى به في شلح الظلام على مقامي يا سيدي ويلي يا دالي 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 يا ويلي ويلي يا دالي يا ويلي ويلي يا دالي يا ويلي أوصف له كتر اشتياق يا سيدي لأنني مضنى به لأنني مضنى به دمعي سجامي على الدوام يا سيدي ويلي يا دالي 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 يا ويلي ويلي يا دالي يا ويلي ويلي يا دالي يا ويلي لا 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 صراحة أنا حاسس روحي في حضرة الناس قمم في الأداء في الصوت صراحة ما نلقاش حتى تعبير يعني في بصراحة حاجة مفرحة وحاجة جيدة وحاجة يعني على مستوى راقي جدا جدا جدا. إذن بعد ما استمعنا إلى هذه الأمثلة والأغاني الجميلة والحلوة بهذا الشهر المبارك نحب نخرج توا مع أغنية رمضانية جميلة ثم نعود بعد قليل فلا تغادروا قناة حديث الروح حديث الروح حديث الروح برنامج إذاعي رمضاني مع أعلام الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية كل نهار ثلاثة من العشرة نص الليل على الحياة فام. حديث الروح. إذن أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم من جديد. عدنا لكم بعدما استمعنا إلى هذه الأغنية الجميلة التي تحمل في طياتها الصلاة والسلام على رسول الله، ولعل أن في صلاتنا وسلامنا على حبيبنا المصطفى وصفة غالية على الجميع. بما أن الحياة FM هي إذاعة الصحة فنحب نتقدم بوصفة لجميع مستمعينا المتابعين الكرام، وهي أن كل إنسان سيجد فيها دواء لقلبه ودواء وعافية لبدنه ونورا لأبصارنا وضياء لها عبر هذا الدعاء وعبر هذه الصيغة في الصلاة على حبيبنا المصطفى التي وردت في الأثر وتقول: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في موروثنا الحضاري الفني الموسيقي نجد الكثير. اللهم صل على المصطفى محمد يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يعني الكثير الكثير، حتى البردة اللهم صل وسلم، كل موجود كثير. نحب نسمع توا حويجة في هذا المجال، يعني شغل نحكيه ونحن أشكون بشي سمعنا حويجة نحب نسمع في هذا السياق. سيرين تبدأ لنا، شو رأيك؟ عندك شحويجة هكا؟ هاي تفضل، خلي أخوك قاسم يصاحبنا ويزهينا هذه الليلة الرمضانية مع مستمعينا ومتابعينا الكرام. أش باش تسمعنا سيرين؟ مقطع منه، ملنا شوية كتقاسيم حلوة ونواصل. Thank you.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا امتعتنا يا سيرين الله يعطيك الصحة وشكرا عليك الأداء الحلوة. شو قولك سي حسن؟ أيه. انت عادرك خبير بالاصوات هذه يعطينا رايك شنو سيرين من الاصوات الجميله ياسر من الاصوات اللي عندها مستقبل يعني صوت ما شاء الله صافي صوت دافي ياسر انا ذكرني بالمطربه الكبيره نجاة الصغيرة نحس فما يعني في التامبر فما تقارب كبير ياسر ان شاء الله معناها تلقى التشجيع وان شاء الله تلقى الدعم باش ان شاء الله توصل للمرات ان شاء الله وطول لفنانه هي مغرومه سيرين مغرومه وعندها الملكه ملكه الحفظ ملكه الحفظ نحن كنا كنحبوا سيرين مثلا تحفظ غنيه ما فماش مشكله في الوقت ما نجموش نقولوا معاش وقت قول سيرين تحفظ لنا الغنيه هذيك موجود تلقاها حفظتها ما شاء الله ربي يصلح حالها ويعطيها الصحه بارك الله ان شاء الله. يا اخويا احسن نشوف شو يقولوا سيدي تو جينا نقاربوا من نهايه الحصه نحضروا في رواحنا باش نسلموا على جمهورنا الكريم مش باش تهديلوا في هذه الحصه اي نرجع شويه تونسي هكا اكيد انت كي نقصدوك نقصدوا الدار التونسي نقصدوا دار كبيره نعم الدار اي الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك يا أكرم الخلق عند الله صلي وسلم يا ربي شرف وكرم يا سيدي مجد وعظم على سيد الأنام يا سيدي صلي وسلم يا ربي شرف وكرم يا سيدي مجد وعظم على سيد الأنام يا سيدي له كمال ليس يحويه ما قالوا يا سيدي له جمال فقع عن بدر التمام يا سيدي صلي وسلم يا ربي شرف وكرم يا سيدي مجد وعظم على سيد الأنام يا سيدي له الكرامة والمظلل بالغمامة يا سيدي له الكرامة والمظلل الغمامة له الكرامة والمظلل بالغمامة يا سيدي يوم
القيامة يشفع في كل الأنام يا ربي صلي وسلم يا ربي بارك الله فيك اخونا احسن يعطيك الصحه على الاداء الجميل والطيب. استاذ قاسم يعني مشاركتك معنا ليله حلوه برشا بارك الله فيك، يعني لولا هذا العود الجميل والنغمات الحلوه والانامل الذهبيه نحب نشكرك عليها برشا بارك الله فيك، ونحب نسمع حاجه خاصه من عندك انت. يعني توا المطربين ما شاء الله كل انسان غنى وصدح وساعدتنا الكل وقدمت لنا يد المساعده ونشكرك على هذا. نحب المستمع يسمع الاستاذ قاسم الشواشي قاسم موى شنية الاصابع الحلوه اللي عنده، عزف لنا اي حاجه من ارتجالك، معزوفه تقسيم استخبار اللي يخطر على بالك، هديه بسيطه هديه من عندك مستمعين اذاعه الحياه فهم. من ثانية
الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت والله يا محمد أنت مفتاح الصدور جميل. أنت والله يا محمد أنت مفتاح الصدور أنت والله يا محمد أنت مفتاح الصدور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع زخرفت جنة عدنان أعدت للمتقين قال ربي ادخلوها بسلام فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرمت المدينة مرحبا يا خير داع هيهات البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا أخي شنو هالجمال وشنو هالتألق ما شاء الله صراحة هذه سهرة استثنائية صراحة وديناكم بهذه السهرة الجميلة أطربتمونا وأطربنا أنفسنا وإن شاء الله نكون قد أطربنا مستمعينا ومستمعاتنا الكريمات ومشاهدينا الأعزاء ومشاهداتنا الفضليات صراحة تعديت في رمش تعين السهرة وتعبنا معانا زملائنا وأخواننا التقنيين ونقدموا لهم بالشكر نجدوا لهم الشكر في الهندسة التقنية أخونا أحمد المخلوفي ونشكر جدا أخونا شاكر الشحاوي على مجهوداته الطيبة في الناحية من حيث الديجيتال ونحب في خاتمة هذه الحلقة نشكر مجددا ضيوفي اللي لباوا الدعوة وهم على التوالي أستاذ محمد بن عياد شكرا أستاذ محمد بارك الله فيكم وربي يعطيك الصحة أنت بارك الله فيك أخونا قاسم الشواشي يعطيك الصحة سي قاسم اللي عنده تحية ديديكاس لأي إنسان عزيز عليه يحب يوجهها نفسح لكم المجال تفضل أخوي محمد تحية تحية للوالد والوالدة وقول إن شاء الله الوالد ربي يشفيه وعافيه أمين إن شاء الله لزوجتي
ليليا ان شاء الله ربي يتم معناتها فرحتنا بنجاح ما هيك ان شاء الله في البكالوريوس ان شاء الله يا رب جميع المسلمين امين. خويا قاسم هي عايشك نحب نقدم لك تحيه انت خاصه العفو على الدعوه هذه الجميله واللي معناتها مع اصحابنا. نحب نقدم تحيه لعائلتي ابنائي وزوجتي واخواتي عائلتي المصغره وعائلتي المكبره كذلك زملائي كسواء الفنانين او البريديين باعتبار اني نخدم في البريد. تحيه البريد التونسي. تحيه البريد التونسي يعطيك الصحه وبارك الله فيكم وان شاء الله ان شاء الله تتجدد لقاءاتنا ان شاء الله ان شاء الله بحول الله. خونا احسن شكر خاص ليك سفيان لهالفكره هذه واللمه الحلوه هذه وشكرا كبير لاذاعتنا العزيزه الغاليه اذاعه الحياه اف ام اذاعه القيروان الصحه. نتجه بالشكر لزوجتي والأبنائي أنور وقاسم والعائلتي الكبيرة ولكل أهل القيروان ونقول نزد لهم قلهم إن شاء الله رمضانكم مبروك وربي يفضلكم وربي يحييكم الأمثال يعطيك الصحة. سيرين يعطيك الصحة على الاستضافة وعلى تشجيعك لي يا أستاذ. مرحبا بك سيرين في كل وقت تشرفني في كل وقت. قدم تحية لعائلتي اللي هم مسانديني باش أنا نكون كما هكا ديما متقدمة. نقدم زادة تحية لزملائي في الخدمة إذا جاءوا التجارة بدون استثناء الناس كل تحية لهم كل وبارك الله فيكم الكل. ونرجع نحيي جميع مستمعينا ومتابعينا في هذه الحلقة ونعدوهم إن شاء الله من حلقة إلى حلقة نكونوا يعني في مستوى تطلعاتهم وإن شاء الله تمدونا بمقترحاتكم وتمدونا بآرائكم في هذه الحلقة وفي المواضيع التي نتناولها وصفحتنا على فيسبوك مفتوحة لكم لكل المقترحات والنقد البناء والمقترحات اللي جينا نقرأوها ونشوفوها ونثبتوها مع بعضنا. ونحب نقول لكم إن شاء الله ليلة رمضانية سعيدة للجميع ونسلم عليكم وإن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج حديث الروح. هذا محدثكم سفيان العماري يتمنى لكم ليلة طيبة إلى اللقاء في أمان الله. حديث الروح حديث الروح حديث الروح برنامج إذاعي رمضاني مع أعلام الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية كل نهار ثلاثة من 10:30 الليل على الحياة فام.